الجانب الآخر فيغولي يحاول فك دفاعات المنافس دافيد لويس في قراءة ممتازة يمنع الكرة نيمار الغدار في انطلاقة قوية على اليسار نيمار يبحث عن من يمرر إليه الكرة دافيد لويس والكرة ملعوبة إلى الأمام إمكانية التصوير تصدي جميل من الحارس تمريرة رائعة كرة غدارة صفير تايتن يتحرك إلى الأمام إبراهيمي يجري بسرعة عبر المنتصف مراوغة رائعة كرة قوية نحو الشباك ويسجل الهدف بأناقة كبيرة كانت في غاية الروعة قبل تسجيل الهدف الأول فيليبي كوتينو إبراهيمي يمكن القول أن الفريق في هذه الكرة افتقر للحلول المبتكرة وإن كان من الممكن توزيع الكرات بطريقة أكثر مثالية يلعبها مرفوعة وصلت إليه فرناندينو ينجح الفريق في التقدم في بداية الشوط الأول من المباراة الجزائر هز الشباك في غضون أول عشر دقائق
الجزائر يفتتح التسجيل. مندي فيغولي ينطلق على اليمين، من يلحقه؟ من؟ سفان. مندي وسيقوم بتسديد الكرة. سفان يلعب كرة طولية. فيغولي خطير على الجهة اليمنى وينتظر المساندة. تدخل بشكل رائع ومجهود يذكر فيشكر. فيليبي كوتينو. جواو ميراندا. إبراهيمي استعد بكل ما لديه لهذه المباراة. نيمار يحاول لعب كرة بينية غدارة. فيغولي لن تضيع هذه الكرة أبا، أكيد سيوصلها لمنطقة الجزاء. إبراهيمي يا له من تحرك مظل، نعرف جميعا قدرته على المرور من الخصوم. يوزعها إلى قلب المنطقة. سيفان يلعب عرضية إلى المركز. تدخل في الوقت المثالي يمنع هدف غالي. البرازيل كان عليه الاستفادة من الكرة. ينطلق بمجهود فردي. يشق طريقه في عمق مناطق الخصم. فيغولي. وسيلعبون رمية التماس. فرناندينو. ويليان. وتعود الكرة إلى القلب. كرة على الأطراف. لم يحالفه الحظ في الكرة البينية. فرصة خطيرة هنا، كرة نحو الأمام لا تصل بالشكل المطلوب. يحاول أن يلعبها بينية. أعتقد اللاعب كان متقدم. نعم تسلل. وتخرج الكرة إلى رمية التماس. إبراهيمي. اللاعب يمر إلى الأمام في مواجهة صمام الأمان. إنه في الطريق إلى المرمى. جول. تقدموا بفارق مقبول وهو فارق هدفين. سددها لكنها بالتأكيد ليست تسديدة عادية. سجل هدفين في هذه المباراة وأصبح في طريقه لتسجيل هاتريك. أن
النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. فيليبي كوتينو، إبراهيمي، يتقدم بشكل جيد على اليسار لكن لا توجد خيارات لديه. كرة طولية إلى الجناح، عرضية، رأسية مثالية. نيمار، ممتاز ممتاز، إيقاع اللاعب على اليمين. فرناندينو، وهي صافرة الحكم لإعلان نهاية الشوط الأول. هدفان لصفر هي نتيجة المباراة لصالحهم. مع صافرة البداية لباقي الحكاية. إبراهيمي يستحوذ على الكرة في أجمل صورة. فيليبي كوتينو، الكرة للأمام. فيليبي، كرة معتادة ودفاع فوق العادة. فرناندينو، فيليبي كوتينو، يا له من تفاهم جميل. فرصة ثانية على التصوير. سفير تايتا لا يزال خارج المنطقة. سيفان، فيغولي يهرب على اليمين. لمن هذه الكرة؟ لمن؟ يحاول فك دفاعات المنافس. أمامه فرصة التسجيل. كرة طولية من الحارس. جدار دفاع رهيب، تركيز دفاعي مرعب. لمسات فنية تلك التي يقوم بها. إنه يتحرك إلى الأمام. إنه هدف آخر. إنهم متقدمون بفارق 3 أهداف وقد تنتهي المباراة هكذا. أنهى الهجمة بشكل رائع بدخول اللاعب إلى الصندوق. فإن الحفاظ على الهدوء لتسجيل الكرة في المرمى هو أهم شيء. وقد كان لديه الكثير من الهدوء لإحراز الهدف. تستمر المباراة والنتيجة الآن هي 3-0. تغيير لعب جميل. اليوم كل المناطق مقفولة، لا يمكن أن تمر الكرة. الجزائر لم يجري أي تغييرات. الدفاع، ستذهب الكرة إليه. ناور الجميع وتحصل على الكرة. فرناندينو، نيمار، فيليبي كوتينو، نيمار، كرة طولية إلى الأمام. فوزي غلام، يحاول لعب كرة بينية غدارة. لم يرفع مساعد الحكم رايته. يا سلام، والكرة داخل الشباك. أحكموا قبضتهم على المباراة بلا رحمة ولا وعدة. كرة
دون شك ودون جدال كانت لعبة من أعلى تراس. إلى من طريقة رائعة لاستكمال الهاتريك. بهذا الفارق من الأهداف أصبح شبه مستحيل اللحاق بهم. دافيد لويس، فرناندينو، فيليبي كوتينو. اليوم ممنوع المرور والعبور. إبراهيمي يلعب كرة بينية، عدت الكرة وباش يسجلوها. فيليبي كوتينو فوق العادة. نحن الآن في آخر 15 دقيقة من عمر المباراة. اليوم كل المناطق مقفولة، لا يمكن أن تمر الكرة. ها هي التسديدة، مسدد الكرة بقوة. ليس بيدهم شيء هنا، كانت هجمة مرتدة سريعة ومن الصعب على الدفاع التعامل مع هجوم مرتد بهذه السرعة. أوسكار، فيليبي يلعبوها للأمام. جدار دفاع رهيب، تركيز دفاعي مرعب. فيغولي، لقد حالفه الحظ هذه المرة، وبالطبع أتحدث عن البرازيل. فيليبي، كرة على الجانب، عنده مساحة خالية على الطرف، مراوغة بإبداع وبكل الإقناع. إبراهيمي، لا سلام ولا كلام يا عبد السلام، هذه كرة لا تصل إلى الأمام. لابد من خلق حلول كروية مثالية وخلق الفعالية. سفير تايتل يلعبها بينية أرضية. تحصل الفريق على ضربة ركنية. فيغولي إلى الكرة. يبعدها الدفاع في هذه المرة. هل يمكنهم التسجيل من هنا؟ لديهم فرصة ثانية للتسجيل هنا. الكرة العرضية. ويليان، الكرة ملعوبة إلى دانيلو. يتقدم اللاعب نحو اليسار بأجمل مشوار. هكذا نصل إلى النهاية. انتهت المباراة، فوز مستحق في رأي الجميع، والكثير من الشكر يستحقه المهاجمون الذين سببوا مشكلات كبيرة
في منطقة جزاء المنافس. أقام الفريق خط دفاع متقدم في غاية الروعة. قام لاعبو الفريق بعمل رائع في إبقاء هجوم المنافس بعيد عن المرمى، وسهل عليهم هذا الانطلاق السريع بالكرة بمجرد حصولهم عليها.